طيب تيجي من هنا. مرحبا شباب، كيفكم اليوم؟ عندي ترومبة هادولك، اللي ما بيعرف الهادولك بحكي عنه بطول كتير، 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعة ما بتغطي، هيك موضوع كبير زي الهادولك. المهم بس احنا هاي عنا هاي ترومبة الهادولك مضخة الزيت، هاي بتيجي منها نوعين، variable displacement وفيكس displacement، ازاحة متغيرة وازاحة ثابتة. هاي النوع الازاحة المتغير بتغير حسب الحاجة. بدي افرجيكم كيف بتشتغل بكل بساطة.